في زمن في تاريخ هذه الأمة بدأ الظلم ينتشر فيها والفساد ينخر في الحكم وأركانه. تولى الخلافة رجل عادل ليس كسابقه وليس كلاحقه، إنها ومضة في تاريخ هذه الأمة. إنه زمن من؟ زمن الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. تولى الخلافة في زمن لم يكن يرد أن يتولى الخلافة فيه، أرغم على الخلافة فيها، بكى لما تولى الخلافة، ثم نزع منها وطلب من الناس أن يولوا غيره، وبكى وبكى أهل المسجد وأصروا أن يتولى الخلافة عمر، لا أحد غير عمر يستحق أن يتولى الخلافة على المؤمنين. فلما تولى الخلافة وبايعه الناس رجع إلى البيت، فقالوا له ستدخل إلى قصر الحكم، بيت جميل عظيم سيكون قصرك. قال ما هذا؟ قالوا قصر الخلافة. فما رضي ونزل في بيت قديم من طين بين المسلمين، يعيش بينهم في دمشق، يعيش بين البيوت، يعيش بين الرعية. أراد أن يكون أحد أفرادها لينظر إلى همومهم وليسمع شكاواهم. ذهب إلى زوجته من؟ أخت الخليفتين وبنت الخليفة، وهو زوجها الآن الخليفة، هي السيدة الأولى. فعرض عليها أن ترجع كل ذهبها وحليها وأموالها إلى بيت المال، وتخرج من بيتها القصر الذي تسكنه إلى ذلك الكوه القديم، أو أنه ينفصل عنها. اختاري، إما تريدين عمر بن عبد العزيز، أو تريدين الذهب والفضة والثياب والحلي والقصر، ماذا تختارين؟ فقالت فاطمة بنت عبد الملك العاقلة، قالت والله لا أختار أحدا سواك يا أمير المؤمنين، لا أختار عليك أحدا أو شيئا من الدنيا. فضحت بكل ما تملك وجلس في بيته يحكم بين الناس بالعدل. عمر يحكم ولو على نفسه. أول ما بدأ بمن؟ ببني عمومته، فسلب أموالهم وسلب أملاكهم، لأنه يعلم أنهم لا يستحقونها. أرجع الأراضي والأملاك من بني أمية إلى بيت المال. اعترضوا عليه، احتجوا عليه، فهم الأسرة الحاكمة، لكنه لم يبال بهم. أنا الخليفة اليوم وأنا المسؤول عن هذه الأمة، سأرجع كل درهم من أموال المسلمين إلى بيت مال المسلمين. حاولوا أن يمنعوه لكنهم لم يستطيعوا، فأرجع كل شيء إلى أصحابه. جاءه الناس بالمظالم، يا أمير المؤمنين، فلان من أبناء عمك سلبني أرضي، وهذا الدليل، فلان من أبناء عمك أخذ كذا وكذا وهو لا يملكه، وأخذ يرجع للناس أموالهم وأملاكهم. فبدأ عصر جديد لأمة الإسلام. جاءته امرأة من العراق تسير سيرا إلى عمر بن عبد العزيز في دمشق، فلما وصلت إليه دلوها على بيته، دلوها على بيته. فلما دخلت وجدت زوجته تعجن وتصنع الطعام، وهي رثة الحال، فإذا بها تكلمها وتسأل عن زوجها. فجأة رأت رجلا يطين الجدار وينظر إلى هذه المرأة، ينظر إلى زوجة الخليفة. فقالت المرأة من العراق، قالت لفاطمة بنت عبد الملك، قالت ألا تتسترين من هذا الرجل؟ ألا تستترين منه؟ إنه ينظر إليك، هذا العامل ينظر إليك. قالت إنه أمير المؤمنين. قالت ماذا؟ هذا أمير المؤمنين؟ قالت نعم. فجاءت هذه المرأة تشتكي إلى عمر أن لها خمس من البنات كسل كسد، يعني لا يستطيعن الحراك، مريضات، وهن خمس كلهن يتيمات. فإذا بعمر يطأطئ رأسه، كيف في أمتي الإسلام فتيات لا يملكن من ينفق عليهن؟ فكتب لهن كتابا وفرض لهن فريضة، يعني راتب معاش. فأخذت المرأة الكتاب ورجعت إلى الوالي في العراق، فلما أعطته الكتاب قال رحم الله عمر. فقالت المرأة ماذا؟ أو مات؟ قال نعم مات. فولولت المرأة وصاحت،
أي من سيكون معها بعد عمر؟ فإذا بالوالي يقول: والله لأمضين كتابه، والله لأمضين كتابه. في زمن عمر لم يجد الناس من يأخذ الصدقات، لأن الخير ازداد، لأن العدل انتشر. فإذا أقيم العدل بين الناس جاءت البركات من السماء وخرجت البركات من الأرض، لأن عدل عمر قد انتشر. في زمن عمر بن عبد العزيز جاء رجل إلى عمر، والي من الولاة، فإذا بعمر يجلسه عنده بالليل ويشعل السراج ويحاسبه على ولايته: ماذا تصنعون بالخراج؟ كيف فقراء المسلمين فيكم؟ الأيتام، الأرامل، غير المسلمين، يسأل عن شؤون رعيته. فلما انتهى من سؤاله قال هذا الوالي: يا أمير المؤمنين، إذا انتهيت سأسألك الآن عنك وعن أولادك وأهل بيتك. لأن الوالي رأف لحال عمر ملابس قديمة، بيت قديم، عيال ما يملكون شيء يأكلونه. قال له: يا عمر، سأسألك عنك وعن أهل بيتك. قال: انتظر. فأطفأ عمر السراج فأظلمت الغرفة. قال: سلني الآن. قال: ولم يا أمير المؤمنين أطفأت السراج؟ قال: هذا السراج زيته من بيت مال المسلمين، أسألك عن شؤونهم يحل لي، أما أن تسألني عن شأني الخاص لا يحل لي أن أشعل هذا السراج. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عجوز من العجائز عندها غنم، سمعت في ليلة أن الذئب اعتدى على غنمها، فبكت وصاحت على غنمها وقالت: مات أشج بني أمية. قالوا: وما يدريك؟ تقول: منذ تولى الخلافة والذئب لا تعتدي على غنمي، أما اليوم فأنا أعلم أن الرجل قد مات. وفعلا جاءها الخبر أن الرجل قد مات. قبل وفاته ما تركه إلا 17 دينار، وعنده 11 ابنا، 5 دنانير اشتروا له بها كفنا، 2 قبر حفروا له قبرا، 10 دنانير لأبنائه 11. كل ولد من أولاد الخليفة لم يرث إلا أقل من دينار واحد. إنه الخليفة الراشد، إنه الحاكم العادل، عمر ابن عبد العزيز. في منطقة في قارة آسيا، منطقة من أجمل ما خلق الله عز وجل، بلدة تسمى سمرقند. سمرقند هذه كان أهلها يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. كان الكهنة فيها والسدنة يعلمون قومهم عبادة الأصنام من دون الله. قوم يعبدون الحجر، يعبدون الشجر، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان. سبحان ربي، كيف يصل الحال بالبشر أن يعبدوا حجرا من دون الخالق جل وعلا؟ حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز وسارت جيوش المسلمين تفتح الأمصار والبلاد، تخرجهم من عبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وصلوا إلى سمرقند وكانوا بقيادة من؟ قتيبة ابن مسلم الفاتح الإسلامي، وفتحها ونشر فيها الإسلام والتوحيد. فتجمع الكهنة الذين سيضيع عرشهم وسلطتهم وأموالهم، ستضيع عليهم إذا دخل الناس في دين الله عز وجل. من سيعطيهم؟ كيف سيحكمون؟ من سيأتي إليهم؟ سيعرف الناس كذبهم وغشهم لهم طوال تلك السنين. فتجمع الكهنة وقالوا: ليست لنا حيلة إلا أن نرسل رسولا إلى ملك وحاكم المسلمين. طيب، وماذا نقول له؟ نقول له أن قتيبة قائدك الذي دخل إلى سمرقند ما استأذننا وما دعانا للإسلام وما آذن أهل القرية قبل أن يدخل عليهم، إنما دخل غدرا، وهم قد سمعوا أن جيش المسلمين لا يغدر، أن جيوش المسلمين ما تدخل بلدة من البلاد ولا مدينة ولا قرية إلا بعد أن تؤذن أهلها وتدعوهم إلى الإسلام أو إلى الجزية أو يدخلوها فاتحين. ومن نرسل إلى هذا الحاكم؟
نرسل ذلك الشاب، ذلك الشاب النجيب الذكي الذي يخلص لنا في العبادة للأصنام وللأوثان. فرح الشاب أنه سيختار إلى تلك المهمة العظيمة. يذهب إلى أين؟ إلى حاكم المسلمين رسولا له، يخبره عما حصل ويدعوه ليخرج الجيش من بلادهم من سمرقند. خرج الشاب بعد أن ودع الناس، يتجه إلى دمشق، يمر على بخارى، على الموصل، على حلب، على دمشق، حتى جاءها بعد زمن طويل. لما وصل إلى دمشق يبحث عن بيت الخليفة، عن بيت الحاكم. وجد بيتا ودارا كبيرا كبيرة يدخل إليها الناس ويخرجون منها، ظن أنها دار الخلافة ودار الحكم. فلما وصل وجد الناس يدخلون ومنهم من يخرج والدار كبيرة، سألهم: أهذه دار الخلافة؟ قالوا: لا، علموا أنه غريب. فقال له أحدهم: ادخل فصلي، هذا مسجد. قال: وما مسجد؟ قالوا له: ألست مسلما؟ قال: لا. قال له أحدهم: وما تعبد؟ قال: أعبد الصنم، أعبد الحجارة، يعبد الأوثان من دون الله جل وعلا. تعجبوا منه، في هذا الزمن في أحد يعبد الأصنام؟ في أحد يعبد الحجارة؟ أنت في بلاد تعرف الفطرة وتؤمن بالله عز وجل. فأدخله أحدهم إلى المسجد وسأله بعض الأسئلة. قال له: هل هذا الصنم الذي تعبده إذا مرضت يشفيك؟ قال: لا. قال: إذا جعت يطعمك؟ قال: لا. قال: ينفعك أو يضرك؟ قال: لا. قال: إذن لما لا تعبد الخالق الله جل وعلا، الذي إذا مرضت يشفيك، وإذا جعت يطعمك، ويرزقك من السماء والأرض، بيده كل شيء. فلما دعاه إلى الإسلام شرح الله صدره. الذي كان يعبد الأصنام زمنا آمن بالله وحده، إلى الآن ما وصل للخليفة، آمن بالله، توضأ وبدأ يصلي مع المسلمين. سألهم: أين بيت الخليفة؟ فدلوه على بيت قديم، بيت من طين. قال: أريد بيت الخليفة. قالوا: نعم، هذا بيته. ذهب إلى ذلك البيت القديم، باب من خشب، جدار من طين، ما حوله من البيوت كله أفضل منها. طرق الباب، استأذن، دخل، فإذا برجل رث الهيئة، قديم الثياب والملابس، بيده طين يصلح جدار بيته. من هذا؟ أنا أبحث عن الخليفة، أنا أبحث عن أميري أعظم دولة في ذلك الزمان. عنده امرأة متسترة تعجن عجينها. خرج من البيت يسأل، قال: من يدلني على بيت الحاكم، بيت الخليفة؟ قالوا: هذا بيته. تعجب الرجل، رجع مرة أخرى، سلم، قال: أبحث عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. قال: نعم، وصلت إلي. تعرف من هذا؟ إنه أمير وحاكم أعظم دولة، يصلح جداره بنفسه وثيابه رثة، وزوجته عنده تعجن بيدها. تعرف من هي؟ إنها زوجة الخليفة، السيدة الأولى، بنت الخليفة، أخت خليفتين، وليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، كل من حولها خلفاء. وتجلس في بيتها متسترة تعجن عجينها. هذا دار من؟ دار الخلافة. هذه دار الخلافة ودار أمير المؤمنين. سلم عليه وأخبره: أنني جئتك من سمرقند. ما الذي جاء بك من سمرقند؟ جئتك أحمل رسالة من كهنتها وقادتها ورؤسائها. سمرقند؟ نعم. التي فتحت؟ نعم. هذه رسالة من كهنتها. فتح عمر بن عبد العزيز الرسالة فأصابه الضيق والهم. نحن بلاد قامت على العدل، لا ظلم فيها. يشتكي الكهنة أن قتيبة ابن مسلم دخل سمرقند ولم يستأذن أهلها، ولم يدعهم إلى الإسلام أو إلى الجزية، بل دخلهم فجأة بلا علم مسبق من أهلها.
ماذا سيفعل الآن الحاكم العادل؟ لما قرأ عمر بن عبد العزيز رسالة ذلك الشاب من سمرقند، أخذ ورقة وقلما وكتب فيها كتابا إلى قتيبة ابن مسلم القائد العام، وإلى قاضي المسلمين جميع بن حاضر الباجي. أخذ هذا الشاب السمرقندي أخذ هذه الرسالة ورجع قافلا إلى سمرقند. جاء منهم وثنيا يعبد الأصنام، يعبد الحجر، ورجع إليهم يعبد رب البشر، يعبد الله وحده. يمر في بلاد المسلمين العظيمة، الآن يشعر أنه جزء منهم، يصلي في مساجدهم، يسلم عليهم ويسلمون عليه. الآن هو جزء من هذه الأمة، الأمة العظيمة العزيزة التي قامت على العدل. مر على حلب، على بلاد العراق، ذهب إلى خراسان، حتى قطع الفيافي ووصل إلى سمرقند. أما الكهنة فظنوا أنه لن يعود، ظنوا أنه لن يرجع، فإذا به يأتي إليهم: ما الذي جاء بك؟ ذهبت إلى أميرهم، إلى خليفة المسلمين، وأعطاني هذه الرسالة. إلى من؟ إلى قتيبة بن مسلم وإلى القاضي. ما الذي فيها؟ فيها كتاب من عمر بن عبد العزيز. عين ذلك القاضي جميع بن حاضر، عين هذا القاضي ليحكم في ذلك الخلاف، لينظر في الفريقين أيهما على صواب وأيهما على خطأ. وحدد القاضي يوما للمحكمة. تجمع الناس من سمرقند، كلهم يريد أن يعرف مصيره، فالمسلمون منذ زمن الآن قد تحكموا في هذه المدينة، وقد سيطروا عليها، وقد انتشروا بها، ورجع الناس إلى أعمالهم وشؤونهم. ما الذي سيحصل الآن؟ اجتمع الكهان وعليهم كبيرهم، كبير الكهنة، وجاء في الطرف الآخر قتيبة بن مسلم وبعض المسلمين، والجمهور قد حضر. فجأة إذ دخل القاضي، الكل يتلفت: أين القاضي الذي سيحكم بنا؟ فإذا برجل ضعيف الجسم، هزير الجسم، يلبس ملابس عادية، شيخ كبير بالسن، دخل بينهم ومعه غلامه. فإذا بالكهان ينظرون: هذا هو القاضي؟ هذا الرجل الضعيف الهزيل هو الذي سيحكم بيننا الآن؟ هو الذي سيأمر قتيبة بن مسلم القائد العظيم الذي تهابه الأمم؟ ماذا سيفعل رجل هزيل أمامه؟ دخل القاضي فإذا به يستدعي كبير الكهنة. قال: ما الذي تقول؟ ما عندك؟ والناس يستمعون. أول محكمة من نوعها في سمرقند. قال: إن قائدكم المبجل قتيبة بن مسلم قد دخل بلادنا غدرا، ما استأذننا، ما آذننا، ما دعانا إلى الإسلام، ما عرض علينا جزية ولا غيرها، إنما دخل البلاد غدرا وأخذها وسلبها. فنادى القاضي قتيبة بن مسلم، قال: ما عندك؟ ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال: أيها القاضي، إن الحرب خدعة، ونحن قد دخلنا بلادا لا تعبد الله عز وجل، تعبد الأوثان والأصنام لا يذكر فيها الله جل وعلا، أما الآن فهي أمة إسلامية يرتفع فيها الأذان، وإن كان الشعب لازال وثنيا، لكن فيها الإسلام حاضرا، فيها مساجد، فيها مآذن. قال: ألم تؤذنهم؟ ألم تدعوهم إلى الإسلام؟ ألم تعرض عليهم الجزية قبل أن تدخل البلاد؟ قال: لا. قال: تقر على هذا؟ قال: نعم أقر على هذا. قال القاضي: نحن أمة أمرنا بالعدل، أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أخبرنا النبي أن نصنع ما صنعت، بل كان يؤذن الناس ويدعوهم إلى الإسلام ويعرض عليهم الجزية قبل أن يدخل إلى بلادهم، أما وقد فعلت ما فعلت يا قتيبة؟ سكت الناس الآن ينتظرون حكم القاضي. سمع القاضي من كلام كبير الكهنة المشرك الوثني، وسمع كلام القائد المسلم قتيبة بن مسلم، ماذا سيحكم القاضي؟ قال: حكمت عليكم
أن تخرجوا من هذه الأرض كما دخلتم إليها، كلكم تخرجون منها، كل المسلمين بعد أن سيطروا على البلاد، بعد أن دخلت جيوشهم، بعد أن أخذوا مآخذهم، بعد شهور من دخولهم إلى سمرقند، تخرجوا منها كلكم الآن وتؤذنوهم مرة أخرى وتدعوهم إلى الإسلام وتعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فادخلوها مرة أخرى. كلام القاضي لا يثنى. فإذا بالقاعة تثور، وإذا الناس يتكلمون، وإذا الكل يتعجب ويستغرب، هل سينفذ قتيبة بن مسلم كلام القاضي؟ فإذا بقتيبة لا يتردد ولا يسأل القاضي سؤالا ولا يعترض عليه اعتراضا ولا يطلب منه أي طلب، بل يخرج قتيبة مع قادته ويأمر قادة المسلمين في سمرقند أن يخرجوا من هذه القرية كلها. فإذا بكبير الكهنة يأتي إلى قتيبة بن مسلم لما رأى ما رأى، لما رأى صدق المسلمين، فإذا بالكهنة كلهم يعلنون إسلامهم ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي أمة هي هذه الأمة؟ أي عدل هو هذا العدل؟ وأي دين هو هذا الدين؟ فإذا بالكهان يدخلون في دين الله، وإذا بشعب سمرقند الذي يعبد الأصنام والأوثان يدخل في دين الله أفواجا، وإذا بالجيش الإسلامي يخرج، وإذا بسمرقند تدخل كلها في دين الله جل وعلا. وظلت سمرقند منذ ذلك التاريخ إلى اليوم 13 قرنا ظلت سمرقند على دين الله جل وعلا، تعبد الله وحده بعد أن كانت تعبد الأصنام وتعبد الأوثان وتعبد الحجر والشجر، لعمل واحد عمله المسلمون، لعدل عمر بن عبد العزيز ولائتمار ذلك القاضي بأحكام الإسلام ولعدالة المسلمين ولخروج جيش المسلمين من بلاد ما ظن أهلها أن أمة من الأمم بعد أن تدخل قرية يخرج منها لحكم قاض لأنه حكم بالإسلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. بل أمرنا الله حتى مع الأعداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. على العدل قامت السماوات والأرض، وأيما أمة ظلمت فإنها ستزول، وأيما أمة حكمت بالعدل فإن الله سيبقيها. سمرقند شاهد على عدل الإسلام وحضارة المسلمين.